السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كتب الشمالي ورجعنا لكم بمقطع جديد. اليوم مقطعنا لعبة ماينكرافت ماب سكاي بلوك، وأغلبكم طلبوا ضيوف، ومعنا وحش الألعاب ومولدر هو أحمد. فهذه سلسلة جديدة، الحلقة الثانية من سكاي بلوك، فأتمنى يعجبكم المقطع. قبل ما تبدأ لا تنسوا تدعموني باللايك واشتراك وفعل جرس التنبيهات. قطب الشمال هو اللي يعرف ايش راح نسوي اول، ماذا نفعل؟ نروح الجزيرة؟ القطوة الأول. اسمع تعال الجزيرة دحين، لا دحين نحاول نكبر المكان، وهدفنا نجيب الشجرة، لا المنطقة الأشجار. طيب تمام نروح لها صح؟ أيوه، لا دحين نبني الأرضية، نوسع المنطقة. بس اللي كل عليك واحد منكم يعني يشتغل شو اسمه، يجمع الأحجار والثاني يساعدني. مين يجمع؟ طبعاً الله طبعاً. أنا أخذت الحجر، يلا مع السلامة. يا دقيقة، شوف 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 شوف، دقيقة دقيقة دقيقة، شوف واحد كذا كذا شوية وقت يجي يكسر، والثاني كذا ياخذ الدور، واحد ثاني كذا يجي، يعني مو كل واحد، بس واحد يجي يكسر كل وقت كذا ياخذ واحد دور. لا عارف، بس كل واحد له دور، بس نحاول نخلص من الشغله حق الجسم المنطقه الاشجار. تمام يعني تمام. نبي ارد بعدين. تمام، بس انتوا اللي عليكم، بس واحد منكم يكسر الجسم احجار، والثاني ياخذ احجار ويجيب عندي عشان ابني، يعني اكمل الارضيه. فهمت؟ تمام. كل اللي علينا بس نجمع احجار وكذا نقسمها. طيب طيب يلا. فهمت ولا لا؟ يلا مين اللي مع البكاء؟ هنا بس منتهي صلاحي. اوه شيت، مين اخذه؟ ضربة لا هذا اخذ. دنيا شيله. ليش؟ عشان محتاجين مرة اللي تسمو الأرضية حق الأشجار مرة. قطب الشمال يديني واحد بكاكس ثاني، لأنه هذا أحس ضربة ينكسر. أي أنا ما أظن كسر. لا ضربتين أنا. طيب. أنا أظن اثنين. يلا من البداية أنت. اثنين واضح جدا، واضح مرة واضح جدا. ما أدري والله. لا حول، جبنا من اول بداية كذا. بداية فضايح. والله ما ادري دحين، حاليا معايا يعني اثنين حجر بس كبيرة. الله يعين. طيب انا ابغى بس بكاك. ما نقدر. ما في واحد اخذ الحجر اكيد. يا مسلم انت. واخيرا. هاي. انت طلع معك حجر. بسم الله تجمع علي ايش هذا ولا ايش؟ كم معك حجر؟ ما معي ولا شيء. ولا شيء ولا شيء. اوه شيت. ايوه كيف حنكسر؟ طيب طفرانين ما معنا شيء. انها مشكله. هي كيف نبني؟ لا انا اقول لك نسوي بالخشب واحد. اوه لا، حتى خشب مطفرين. اوه شيت رجال. يا رب. هلا الشجر على طول جات. اهلا وسهلا منور العالم. ايش صار يا احمد؟ طلعت دخل دحين. الشجر الثاني. الله ثالثة. شفت الحظ؟ شفت الحظ احمد؟ هذا حظي انا حطيتها. هاي لا تقولون مو حظك. واه كذاب كبير. ايش كذاب كبير؟ ارميك في البركان دحين. انا ناري اصلا ما احترق. سبحان الله سبحان الله. يعني مثلا تنحرق من المويه صح؟ اتوقع. حط الحجر، شكرا لكم. كان بيموتني. شوف شاهدين شاهدين. لا يا شيخ والله يا راجل، الفيديو واضح جدا اني انا وين وانت وين. ما
اخذت لين دحين 3 حبات. اوه حرقنا متنا متنا. شوف القلوب راح الجوع كمان. كم قلب باقي لك؟ اكسر الاخشاب يا ابوي، حطوا لنا حجارة. انا خلاص نسوي بدل ما يدينهم، خلينا نروح نكسر الاشجار. دحين يا عبد الرحمن، شو اسمه؟ عبد الرحمن عادي. ايوه هلا. يقول لك سوي فرن. فرن تمام يلا جاء. بس عشان شو اسمه نسوي فحم دحين نكسر الاخشاب. كم نسوي فرنين؟ فرنين يكفي. تمام فرنين يصير واحد هنا بس. اي اي صح حساكم طيب. لا مين ضربه؟ مين ضربه؟ المدافعين عصبوا. يقولون يقولون اللي ما اشتركوا في القناة خليهم يشتركون. ايوه اكيد اكيد قطب الشمال مو مشترك عندنا عشان كذا قاعد يموت. لا هم يقولون لا هم يقولون يبغون كذا سلسله على طول كذا ما يبغونها انقطاع. والله عصبوا والله والله مره يعصبون. طلع معصبين متابعين، طلع معصبين يجلدوك على نور. رجعت كلها يعني دحين اسمع اول شيء هد... يا اخي شيء غريب ما في قروي. يعني احنا نسوي دواء ونعطيه للكروية، فهمت يو. ولا لا يعني نعالجه هذا هو هدف. شباب ما المشكلة واحدة انه في سريرين فقط عادي. ما عادي ما عليك ما عليك. وش بتنام دحين يعني؟ اسمع بس اسمع اسمع شباب اسمع رايكم. خلاص خلاص استغفر الله. في شيء كمان؟ في شيء ثاني؟ اي شيء كنت اسمه رامي سلام ده. ايوه سكيلتون. ايوه سكيلتون هذا نحاول نقتله بس عشان ليش؟ عشان ناخذ منه عظام ونتسمو نحول الى اوراق هذولا ونخليه ماء لا نهائي. هذا هو هدفنا وبعدين نبدا نزرع. فان شاء الله في خلف الكواليس راح نكملها. ايه طبعا. يا شباب اللي وصل الى هذه اللحظة اتمنى انه يعطينا لايك واشتراك وسبسكرايب ويفعل زر التنبيهات. وقنوات الشباب كلها تلاقونها تحت في الوصف اكيد طبعا. شفت شيء انا ما كنت شفته في حياتي كله. هو اتخيل. والله ما راح يجي على بالك. مشيتك يا شيخ. ها هو مشيتي. المكان صار زي كأنه مدرع يا شيخ. كأنه في دفاع يجي. دفاع الوطني. سبحان الله. خليه في مكان الموت اللي يعني جوع ينط من هناك. خلي فتحة واحدة كده. اي خلي عليه نط نيطة. المكان احتمال كبرناه يعني.
خلاص كافي دحين. ايه بالا ايش نحط البوابة وايش بالنا ولا شيء، نحط خشب جنبه عشان نشوف النذر. تعال نجرب يلا قدام، بس انت وقف الشغل حق شو اسمه. وقفت عشان لا يضيع مننا مويه. الى اللقاء يا شباب، الى اللقاء الى اللقاء، ساذهب قليلا وارجع. وي مسكين مات، كان رجلا كريما. اي انا اترسمت من جديد. استغفر الله، هو عيب لا انا ولا النجبه. يلا نبدا من جديد. اخذنا كله هذا 14 حبه، نبني من هذا الجهه. طبعا راح نحط حبه هنا، بعدين ايش نسوي؟ نقعد نحط حبه هنا وحبه خشب هنا ونحط فوقه. باقي لنا ايش؟ ونحرق هذه. ايوه عشان يولع. يبالنا نسد. ايوه هذه وهدفي. يا الله دحين ما ادري ايش الهدف نخليها يعني تشتغل. بو اين الاحجار؟ يعني لا اراها. الاحجار خلصت يا شباب، يا شباب البركان وين راح؟ اوه شيت. انت تبغى الشراره حقته تيجي على النذر، طيب انت قاعد تولع النار بس، كيف بالله تبغى انه هذا يجي كذا واللافا تحت؟ ما ادري كيف كانوا يسووها، بس هذه طريقه اللي يعرفها. اشتغلت. لا لا شوف. الله الله اكبر، النصر لا قطب الشمالي. الله الله، لقد انجزنا انجازا عظيما، لقد فعلها، انه الكبير، لقد يفعل المستحيل. وهنا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا تدعمونا باللايك واشتراك وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وأهم شيء صلوا على الحبيب قلبك يا طيب. كان معكم أخوكم كتب الشمالي، ومع السلامة.